ندين وأن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثلا، وأنه ليس جسما لا ولا عرضا، لكنه واحد في ذاته كملا، وواحد في الصفات والعبادة والأفعال طرا فلا تبغوا به بدلا. أسماؤه وصفات الذات ليس بغير للذات بل عينها فافهم ولا تحلا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا، والصلاة والسلام على من بعثه الله هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأشهد أن الدين كما شرع، وأن الإسلام كما وصف، وأن القرآن كما أنزل، وأن القول كما حدث، وأن الله هو الحق المبين. ذكر الله محمدا بخير وصلى عليه وحياه بالسلام صلى الله عليه وسلم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. ثم إننا نحمد الله تعالى أولا حمدا كثيرا متواليا، وإن كان يتضاءل دون حق جلاله حمد الحامدين، على أن شرفنا بهذا اللقاء المبارك والاجتماع الطيب في هذا البيت الطاهر من بيوت الله، وفي هذه الروضة من رياض جنان الله، كما وصفها بذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قيل: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. وقال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. تجليات من سورة الإخلاص، هذا هو عنوان هذا اللقاء. لما الحديث عن سورة الإخلاص؟ يدفعنا للحديث عن سورة الإخلاص أمور. أولها فضل سورة الإخلاص، أولها التعرف على فضل سورة الإخلاص الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، والذي رواه الإمام الربيع في مسنده الرفيع ورواه غيره. قال: سمع أبو سعيد، قال أبو سعيد: سمع رجل رجلا، سمع رجل رجلا يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد،
ولم يكن له كفوا أحد. فلما أصبح غدا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأخبره عن ذلك، وكان الرجل يتقللها، وفي رواية وكان الرجل يتقالها، وفي رواية وكان الرجل يستقلها، يعني يرى أنها قليلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن، والذي نفسي بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وعند الربيع كذلك وغيره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قدمت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجنة. فسمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد إلى آخرها، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت. قال: قلت: ما هي يا رسول الله؟ قال: الجنة. فالذي يدفعنا للحديث عنه قل هو الله أحد التعرف على فضل قل هو الله أحد، ويدفعنا للحديث عن قل هو الله أحد موضوع قل هو الله أحد. وما هو موضوع قل هو الله أحد؟ موضوع هذه السورة، سورة الإخلاص، هو بيان معرفة الله سبحانه وتعالى، التعرف على الله جل وعلا. وما شأن هذه المعرفة؟ يبين ذلك ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كما روى ذلك الربيع رحمه الله في مسنده، قال: سأل أعرابي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، أخبرني عن غرائب العلم، أخبرني عن غرائب العلم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: وما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه، وما صنعت في رأس العلم حتى تسأل عن غرائبه. قال: وما رأس العلم يا رسول الله؟ قال: وما رأس العلم؟ قال: معرفة الله تعالى حق معرفته. رأس العلم معرفة الله حق معرفته. قال: وما معرفة الله حق معرفته؟ قال: أن تعرفه بلا مثل ولا ند، واحدا أحدا، ظاهرا باطنا، أولا آخرا، لا كفء له، فذلك معرفة الله حق معرفته، فذلك معرفة الله حق معرفته. التعرف على الله سبحانه وتعالى هذا رأس العلم. وللأسف الشديد جدا يعني أن حلقات معرفة الله وتوحيد الله وتنزيه الله من الأمور التي تقلصت وقلت وتضاءلت في زماننا هذا، واعتنينا كثيرا بالأمور التي لولا معرفة الله ما نفعت. الفقه لا قيمة له بلا معرفة الله، الفقه لا قيمة له، واللغة لا قيمة لها دون معرفة الله، كل العلوم دون معرفة الله لا تنفع. أيها المقتدي لتطلب علما، كل علم دون علم الكلام، أي دون علم التوحيد، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. ثم إن هذا العلم، علم التوحيد، علم معرفة الله، علم يجب وجوبا عينيا على كل مسلم على الصحيح. وبهذا نصت آثار أئمتنا رضوان الله تعالى عليهم، على هذا نص، قالوا أن معرفة الله ونفي الأنداد والأمثال والأشباه عنه
والإيقان أنه لا مثل لا كفء لا ند له، هذه قضية واجبة على كل مسلم لا تقليد فيها، لا تقليد فيها. شيخنا السالم رحمه الله قال في التقليد، قال هو على حسب المقلد، فإن كان المقلد على حق فالتقليد حق، وإن كان المقلد على باطل فالتقليد باطل. قال هذا في أصول الدين من جوهره. قال والاعتقاد عن دليل قد علم علم، وإلا فهو تقليد وسم، وهو لدينا جائز ويمتنع إن لم يوافق الهدى الذي شرع، كذا اتباع القول حقا كان أو باطلا نحجره إعلانا، لأن هذا لم يبالي أبدا أصاب فوزا أو مهامها الردى. سألت شيخنا الخليلي متعنا الله بحياته عن هذه الأبيات، أي عن مذهبه هو سماحة الشيخ في التقليد في التوحيد، هل يجيز، هل يقول بجواز التقليد في التوحيد؟ قال لا، قال لا، لا تقليد في التوحيد، بل على المرء أن يكون دارسا لهذه المسألة، لأنك أنت أصلا كل عبادة توجهها لله، فإن أخطأت في معرفة الله وعرفت الله على غير ما هو فقد صرفت العبادة إلى غيره. أما ترى أنك إن أخطأت تريد الاتصال بفلان من الناس فأخطأت في رقم الاتصال يذهب لمن أخطأت في رقمه؟ وإذا أردت أن تودع مبلغا في حساب فإن أخطأت في رقم فإن المبلغ لا يذهب إليه. كذلك لما تصلي لرب عرفته على خلاف ما هو فإن العبادة توجهها لمن عرفت لا إلى الله. من هنا وجب تصحيح تصحيح المعرفة بالله سبحانه وتعالى حتى توجه العبادة لله الموصوف بكل جلال وجمال وكمال سبحانه وبحمده. فموضوع التوحيد هذا من أهم المواضيع، وجب الالتفات إليه وصرف عنان الهمة إليه. وكذلك يدفعنا للكلام عن قل هو الله أحد أو عن سورة الإخلاص، أن الكلام عن توحيد الله يتضمن الثناء على الله ويتضمن تمجيدا لله، وتمجيد الله من أقرب القرب إلى الله. تمجيد الله سبحانه وتعالى وتعظيم رب العزة جل وعلا من أقرب القرب إلى الله، من أعظم القربات، لأن الله يحب من يثني عليه ويمجده ويظهر ضآلته وتطامنه وتلاشيه بين يديه. فكلما مجدت الله كلما ازددت منه قربا. ولا أدل على ذلك من حديث ذلكم الرجل الذي رفع رأسه من الركوع يوما وقال وهو يصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. فالتفت النبي بعد الصلاة، التفت وقال من الذي قال ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، من هذا؟ فقال الرجل، قال أنا يا رسول الله، قال لقد رأيت 24 أو قال 30 من الملائكة يبتدرونها لكتابتها لك، يبتدرونها يكتبونها لك. هذه عاد من الطرائف، إن واحد من الصحابة سمع عن هذه المسألة فأراد أنه هو أيضا يعني سوى شيء، فلما رفع رأسه من الركوع قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم والتفت قال من الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم أحدا سوانا؟ قال أنا يا رسول الله. كيف، شيء جائز ولا شيء؟ قال أنا يا رسول الله. قال يا هذا لقد ضيقت واسعا، لقد ضيقت واسعا، ضيقت رحمة الله التي وسعت كل شيء فجعلتها لي ولك، لقد ضيقت متسعا. فلأن توحيد الله يتضمن الثناء على الله، والثناء على الله من محبوبات الله، كان الكلام عن هذا الأمر من الأمور الجليلة، من الأمور الجليلة ومن الأمور التي يحبها الله. ومما يدفعنا كذلك
للكلام عن التوحيد وقل هو الله أحد، أن هذه الحلقات حلقات توحيد سنة، وإحياء السنة محمود عند الله ورسوله. من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وقال من رغب عن سنتي فليس مني في حديث آخر. ولما وصف الغرباء قيل من هم الغرباء يا رسول الله؟ قال هم الذين، في رواية هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، أليس كذلك؟ وفي رواية أخرى هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، هم الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي. في حديث أبي ثعلبة للعامل منهم أجر خمسين، للعامل منهم أجر خمسين، هؤلاء الذين يحيون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قيل أجر خمسين منا أو منهم؟ أجر خمسين منا أو منهم يا رسول الله؟ قال بل منكم، يعني للعامل للمحيي لسنة النبي صلى الله عليه وسلم هو أجر خمسين صحابي. قال للعامل منهم أجر خمسين منكم، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا، لأنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون على الخير أعوانا. فهذه المجالس سنة، ما الدليل على أنها سنة؟ الدليل عليه حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه كما عند الربيع، يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما إلى المسجد فوجد أصحابه عزين، يعني حلق، يتدارسون فنون العلم، فجلس إلى الحلقة الأولى فوجدهم يقرؤون القرآن الكريم، فجلس إليهم ثم قال بهذا أرسلني ربي، ثم قام إلى الحلقة الثانية فوجدهم يتكلمون في الحلال والحرام، فجلس إليهم ثم قام ولم يقل شيئا، لأن الحلال والحرام تكلم عن فضله صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى، من يرد الله به خير يفقهه في الدين، قال عن معاذ أعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وتكلم عن هذا كثيرا يعني في أحاديث أخرى. ثم قام إلى الحلقة الثالثة فوجدهم يتكلمون عن توحيد الله، مثل حلقتنا هذه، عن توحيد الله ونفي الأشباه والأمثال عنه، فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ابن عباس فجلس إليهم طويلا. قال في الحلقة الأولى فجلس إليهم قال بهذا أرسلني ربي، وجلس الحلقة الثانية ولم يقل شيئا، ثم في الثالثة قال فجلس إليهم طويلا قال بهذا أمرني ربي، بهذا أمرني ربي. قال سيدنا جابر بن زيد نور الله مرقده وفي جنان الخلد أرقده، يقول رحمه الله لأن التوحيد معرفة الله عز وجل، ومن لا يعرف الله فليس بمؤمن، لأن التوحيد معرفة الله عز وجل ومن لا يعرف الله فليس بمؤمن. وانظر إلى أنه صلى الله عليه وسلم رآهم قد عقدوا حلقة في توحيد الله فأقرهم، ثم جلس معهم فتحولت بعد أن كانت سنة تقريرية إلى سنة عملية، ثم بعد ذلك قال بهذا أمرني ربي، فأمر بها قولا وعمل بها بعد أن أقرها عليه الصلاة والسلام. فالقيام بهذه السنن لها فضلها. وروى مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحيا سنة قد أميتت، من أحيا سنة قد أميتت فله أجرها وأجر من عمل بها. وهذا غير حديث أنس بن مالك عند مسلم وغير، من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذا في من أحيا سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهملها الناس، قال فله أجرها وأجر من عمل بها. أما ذاك فعن أمر آخر، وهو إحداث ما له أصل
في الشرع يعود إليه ويرجع إليه. نعم، قل هو الله أحد، ما سبب نزولها؟ سورة الإخلاص هذه ما سبب نزولها؟ سبب نزولها أن بعض اليهود جاءوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالوا: يا رسول الله، يا محمد، انعت لنا ربك، اوصف لنا ربك، أمن ذهب هو أم من فضة؟ ويروى أن رجلا اسمه أربد جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد، أمن ذهب ربك أم من فضة أم من خشب أم كذا أم كذا أم هو أم هو؟ فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقيل لما قالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقال المشركون الملائكة بنات الله، وقال غيرهم الأوثان آلهة، أنزل الله هذه السورة المباركة: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يقول ابن عباس: فأنزل الله على أربد، هذا أربد اللي كان يقول خشب ذهب فضة، أنزل الله عليه صاعقة. وكان معه أخ صاحب له كان يسأل هذه الأسئلة معه، فأصاف أماته الله بالطاعون، لأنهم ما قدروا الله حق قدره وانتقصوه جل وعلا، انتقصوه جل وعلا، ولبست عليهم أوهامهم وشياطينهم، فأصابت أربد صاعقة وأصاب صاحبه الطاعون. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، قل هو الله أحد، يقول: إنها لتعدل ثلث القرآن. عن هذا يقول نور الدين السالم رحمه الله تعالى، يقول: لأن هذه السورة مع اختصارها تضمنت ما وعدته طوال الآيات المنتشرة والمنتثرة في القرآن حول توحيد الله. يعني الآيات اللي في القرآن الكريم التي تتكلم عن معرفة الله، توحيد الله، تعظيم الله، تقديس الله، لو جمعتها جميعا لكانت ثلث القرآن الكريم. يقول الشيخ: وما وعاه ذلكم الثلث بطوله تضمنته هذه السورة مع قصرها، قل هو الله أحد. فمن اعتقد ما في قل هو الله أحد فقد آمن حق الإيمان، ومن حاد عما في قل هو الله أحد فقد حاد عن حقيقة الإيمان. فماذا تضمنت قل هو الله أحد؟ الله يقول لنبيه جوابا على هؤلاء الذين قالوا ذهبه فضه قشبه، يقول: قل هو الله أحد. الله ليس كما تصفون، كما قال سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وقال: وكبره تكبيرا، وقال: فهل تعلم له سميا، وقال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير جل جلاله. هذا السؤال الذي تسألونه هو ناشئ عن إيش؟ ناشئ عن تجسيم، أن الله لابد أن يكون إما فضة أو ذهب أو خشب، هذه أجسام، لابد أن يكون محدود، لابد أن يكون متحيز، لابد أن يكون متبعض. الإله الذي تريدون أو الذي استقر في ذهنكم معرفته من هذه الأجناس وهذه النوعية، الله ليس كما تريدون أو تعلمون أو تدركون أو تصفون. وهذه نفس الأسئلة التي وجهها موسى عليه السلام من فرعون، قال فرعون: وما رب العالمين، مثل ما قال اليهود: ما ربك، انعت لنا ربك، قال فرعون: وما رب العالمين، قال: رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. وأعاد السؤال بصيغة أخرى، قال: فمن ربكما يا موسى،
قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. هذه الأسئلة نفسها وجهها، وهذه العقيدة عقيدة أن الله تعالى متحيز متميز متبعض، هي العقيدة التي يعني جابهها إبراهيم عليه السلام عندما رضخ قومه إلى المعبودات الوثنية الأرضية، راح يريد أن يعرفهم بالله حقيقة أنه أقدس وأعظم وأجل من هذا الذي تركنون إليه. قال رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، لا أحب الآفلين. تعالى الله وجل الله عن أن يظهر ويغيب، عن أن يتحيز ويتبعض، تعالى الله. ثم رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي لمن؟ طويل عريض، فوق العالم تحت العالم، يمين العالم شمال العالم، داخل العالم خارج العالم، متصل بالعالم منفصل بالعالم، جوهر عرض جسم، ما هو ما تعرض لهذا كله. إيش قال؟ وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فقط. هل تعرض لماهية الله؟ لا، ما هو الله لم يتعرض له، وإنما تعرض لآياته التي دلت على جلاله سبحانه وتعالى، فقال عرفته بهذا. قل هو الله أحد، ما معنى الأحد؟ وهل هو بمعنى الواحد؟ أحد، هل هو بمعنى الواحد؟ حتى تقرب المسألة أسوق مثالا، قاله ثعلب من اللغويين، ثعلب من أئمة اللغة، إيش يقول؟ يقول فلان لا يقوم له واحد ولا يقوم له اثنان ولا يقوم له ثلاثة. صحيح، واحد يصح أن يدخل عليه العدد فتقول واحد واثنين وثلاثة وأربعة، لكن لو قلت فلان لا يقوم له أحد، هل يصح أن تقول بعدها ولا يقوم له اثنان ولا ثلاثة ولا أربعة؟ استوي، يصح؟ لا. لما؟ لأن أحد لا تقبل العدد، لأن أحد الأحد وصف لا يقبل دخول العدد عليه. أما الواحد تقول واحد واثنين وثلاثة، لا يقوم له واحد ولا يقوم له اثنان ولا ثلاثة، لكن قلت لا يقوم له أحد فقد امتنع دخول العدد عليه. فالأحد يشتمل على معنى الواحد، نعم وزيادة، يشتمل على معنى الواحد وزيادة. فالله موصوف بأنه الواحد كما وصف نفسه في غير آية من كتابه العظيم، ولكن الأحد وصف لله بالواحدية اللي هي الفردانية، ووصف له بصفة زائدة أو صفات زائدة. ما هي؟ الأحد قال أبو حيان الأندلسي في البحر المحيط، والزمخشري من المعتزلة في الكشاف، وقال قطب الأئمة رحمه الله في التيسير، والإمام نور الدين السلمي رحمه الله في جرح النيل، وغيرهم من أئمة أهل العلم قالوا الأحد غير الواحد. الأحد هو الذي لا يقبل التجزؤ ولا يقبل الانقسام ولا يقبل التحيز ولا يقبل الحدود، ولا يوصف بأنه جوهر ولا يوصف بأنه عرض، لا ينقسم لا يتجزأ لا يتبعض، ليس له حدود ولا غايات ولا نهايات، ولا يوصف بالتركيب وما تركيب، ما يوصف بهذا كله، بل هو أحد متفرد، أحد متفرد لا يتجزأ لا يتبعض لا يتناهى، ليس له حدود ولا غايات. هذا هو الأحد، هذا هو الأحد. قل هو الله أحد، الواحد، وأيضا واحد، وأيضا لا يتجزأ ولا يتبعض لا يتكيف، ليس له حدود ليس له غايات ليس له نهاية، لا يوصف بهذه الصفات. إذن إذا استقر في يقينك أن الله أحد، فحيثما مررت في القرآن أو في السنة على وصف يتنافى مع صفة الأحدية
فاعلم أن فهمك لها على أنها تفيد التبعض خاطئ، فافهمها فهما يتسق ويتساوق مع صفة الأحدية. كيف يعني؟ يعني إذا مررت على مثل قول الله تعالى: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك، الوجه جارحة أليس كذلك؟ وبعدين تمر على مثل قول الله: ولتصنع على عيني، على عيني تجري بأعيننا، وجه وعين أليس كذلك؟ ولما تمر على مثل قول الله تعالى: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، هذه يد أليس كذلك؟ والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، قبضة، والقبضة معروفة في لغة العرب في الكلام يعني في المحسوس، أليس كذلك؟ طيب، يوم يكشف عن ساق، هذا معروف عن الساق. طيب، وقول النبي عليه الصلاة والسلام: قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، وقول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وقول تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: تعرج الملائكة والروح إليه، وقوله: بل رفعه الله إليه. ها، ارتفع إليه، يعني إذا قلت معنى أنه هو فوق، هذا معنى يفيد أن الله تعالى في مكان. والأحاديث: قلوب العباد بين أصبعين، يعني لها أصابع. وإن الله خلق آدم على صورته، أي أن له صورة. يضحك ربنا إلى اثنين، أن يضحك، يضع قدمه في النار، أن له قدم. على ما فرطت في جنب الله، يعني له جنب. طيب، هل هذه فهم العين على أنها عين، والوجه على أن وجه، واليد على أنها يد، والقبضة على أنها قبضة، والأصابع على أنها أصابع، هل هذا يتناسب مع صفة الأحدية والتي قلنا ترفض الانقسام، ترفض التحيز، ترفض التجزؤ، ترفض التبعض؟ هل تتناسب معها ولا تتنافى معها؟ تتنافى. ليش؟ لأن الوجه بعض والعين جزء، والأصابع جزء، واليد جزء، والرجل جزء، هذا التجزؤ ذا يتنافى مع الأحدية التي لا تقبل التجزؤ. إذن فهمها على معنى الجوارح خاطئ، فهمها على أن هذا وجه حقيقي، وهذه عين حقيقية، وأن يضحك حقيقة، وأن له يد حقيقة، وقبضة حقيقة، وأصابع حقيقة، هذه معان أو فهم باطل للآية، يجب أن يفهم بكلام يتناسب مع لغة العرب ويتناسب مع صفة الأحدية، لا يتنافى مع الأحدية. لأن الأحد لا يوصف بأن له وجه. أنت لو سألت اللي يقول أن الله له وجه، قل له: هل الوجه هو نص اليد؟ يقول لك: لا، شيء ثاني. طيب، واليد هي نص القبضة؟ قال لك: لا، جزء منها. طيب، والعين أين مكانها؟ قال: في الوجه. واحدة ولا ثنتين؟ قال: ثنتين. والساق غير الوجه، أي نعم. والجنب غير اليد، والساق غيرنا، إذن صار متجزئا متبعضا. والتبعض يتنافى مع الأحدية. الأحد الذي لا يتبعض، لا يتحيز، لا يتجزأ، لا ينقسم، لا يمكن أن تكون له أبعاد. إذن طيب، أنقذنا. إذن ما معنى قول الله: ويبقى وجه ربك؟ لغة العرب واسعة. الله قال عن القرآن الكريم: إنا أنزلناه قرآنا إيش؟ قرآنا إيش؟ عربية. طيب، في اللغة العربية الوجه ما معناه إلا الجارحة ذي، ولا له معانا أخرى؟ معان أخرى، لكن هو بيقول لك الأصل في الوجه الجارحة. ما الذي جعلك وحملك تصرف عن الجارحة إلى غيرها؟ قل لي إيش؟ قل: هو الله أحد، أحد هو الذي جعلني. أصرف هذا المعنى عن المعنى الموضوع له في لغة العرب اللي هو الجارحة إلى معنى آخر. وهذا إرجاع الآيات المتشابهات إلى المحكمات هو منهج رب الأرض والسماوات، والذي وضعه في سورة الآية السابعة من سورة آل عمران، والذي فسرها، والتي فسرها سماحة شيخنا العلامة الخليل متعنا الله بحياته، في 400 صفحة، في 400 صفحة يتكلم عن هذه. فيه آيات منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهة.
قال الله: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن إيش؟ هن أم الكتاب. الأم يعني المرجع، المتشابه رجع إلى المحكم حتى تضبط فهمه. فالوجه متشابه، ليش متشابه؟ لأن يمكن تفهم الوجه على ما الوجه ذات الشيء. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني يبقى الله. ما معنى وجهه؟ طيب، والوجه ابتداء الشيء. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخرة. وتقول: هذا الأمر باطل من وجوه. وقول الله: فأينما تولوا فثم وجه الله، أي يعني جهة الله التي وجهكم إليها، القبلة يعني. إذن فالوجه له معاني، الوجه له معاني. هل يجوز أن نقول كل شيء هالك إلا وجهه، أي إلا هو، ولا ما يجوز؟ يجوز ولا ما يجوز؟ كل شيء هالك إلا وجهه، يعني إلا هو. لأنك لو أنت تعتقد أن له يد وصابع وكذا، فإذا قلت إلا وجهه وإلا الوجه الجارحة، إذا اقتضى ذلك أن يفنى ما عدا ذلك من الأوصاف التي وصفته بها، أصابع يد كلها تفنى فيبقى الوجه. فلما بطل هذا المعنى وجب حمل الوجه على معنى غير هذا، ألا وهو الذات. الذات أي الله. ويبقى وجه ربك أي ربك يبقى. وهذا معنى لا يحتمل تجزؤ ولا يفيد التبعض. طيب، العين، العين لها في كلام العرب كثير. تقول عين النجاسة. إيش معنى عين النجاسة؟ النجاسة حلها عين؟ لا، عين النجاسة إيش يعني؟ عين النجاسة يعني نفس النجاسة، زوال نفس النجاسة. وتقول: هذا الأمر بعينه، أي هو هو، أليس كذلك؟ وأحيانا تأتي العين بمعنى الحفظ والرعاية. تقول لك: احفظ هاتفي معك، فتقول هاتفك في العين هذه قبل العين هذه. إيش معنى قبل العين؟ من المحال أن تضعه في عينك، وإنما معنى ذلك أنك ستحفظه حفظا. فالعين تأتي بمعنى الحفظ. الآن تعال اقرأ، لما علمت أن العين تأتي بمعنى الحفظ، شوف القرآن: ولتصنع على، في موسى هالكلام، ولتصنع على إيش؟ عيني. إيش معنى تصنع على عيني؟ لو قلت العين بمعنى العين الجارحة لكان في هذا تجزؤ وتبعض، أليس كذلك؟ وهذا يتنافى مع صفة إيش؟ صفة الأحد، لأن الأحد لا يتجزأ، فالعين جارحة تتجزأ، فلا يجوز إطلاقه وصفا وصفة على الله تبارك وتعالى. إذن ما هي العين هنا؟ العين احملها على أحسن المعاني. قل ليش دليلك على أن الله وصف نفسه بالعين؟ قال: ولتصنع على عيني. أنا حتى ناقشت واحد في الموضوع، قلت له: ما معنى ولتصنع؟ قال: أنتوا نكروا أن الله له عين. قلت له: أنت طيب أثبت لي أن الله له عين. قال: ولتصنع على عيني، ولتصنع على عيني. قلت له: ما وجه الدلالة على أن الله له عين من هذه؟ قال: عيني. قلت له: طيب، موسى عليه السلام صنع على عين الله حقيقة؟ قال: لا، هو على الشيء، إما أن يكون فوقه مع استقرار عليه أو فوقه بارتفاع. يعني تقول: هذا الكأس على الطاولة، إما أن يكون مستقر، جاز أن تقول الكأس على الطاولة باستقرار، أو الكأس على الطاولة بارتفاع. ويجوز أن تكون مجازا، تقول الوزير فوق المدير، أو الوزير على المدير. إيش معنى؟ أي فوقه، فوقية المرتبة، لا فوقية حس ولا فوقية حسية. لكن هنا أنت لما تقول لتصنع على عيني، هذا معنى أن موسى صنع على عين الله بالتصاق أو ارتفاع؟ قال: لا، ما هذا،
معناه تصنع على عيني يعني حفظي ورعايتي. قلت لي جزاك الله خير أحسنت، احنا كذاك اتفقنا، لأن نحن نقول عيني يعني حفظي ورعايتي. أما على المعنى الذي تريد أن عين حقيقية والآية كلها تمر على الحقيقة، إذا عيني يعني عين حقيقية وعلى اعتلاء حقيقيا إما فوقية أو التصاق. أما الفوقية فتقتضي أن عين الله تحت أو أنه ملتصق بها، وهذا كله باطل. لماذا يقال تصنع على عيني عنايتي وحفظي؟ قال عناية وحفظ بعين الله. هذا دليل آخر، العين اللي هي الجارحة تحتاج إلى دليل آخر. ما دليله؟ قال لا تصنع على عيني. قد لا، وفسر الماء بعد الجهد بالماء، اتفقنا لتصنع على عيني عنايتي. قال طيب تجري بأعيننا، قلت لها بأعيننا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ تجري بأعيننا مفرد ولا مثنى ولا جمع؟ ايش قول انتم؟ جمع. انتم تؤمنوا بكم عين؟ قال ثنتين. قلت تؤمن ثنتين وهذا لكم وحدة؟ اقل الجمع كم؟ ثلاثة. طيب يعني على اقل الجمع جعلها ثلاثة عيون تجري بأعيننا. قال لا، يقول قد يجوز الجمع جمع تعظيم وتفخيم. قلت له طيب خلاص بنسايرك، تجري بأعيننا. ما هي هذه؟ سفينة نوح أليس كذلك؟ هل كانت تجري بعين الله التي هي صفة الله ولا إيش؟ قال لا ما كانت تجري بعين صفة الله، لأن كانت تجري بعناية الله. قلت لا ما يستوي، تجري بأعيننا أي سفينة نوح تجري بعين الله، أي كانت تجري بصفة، تجري بصفة من صفات الله اللي هي العين. ألا يجوز أن تحمل العين يا شيخنا على الحفظ والرعاية ولا ما يجوز؟ أنتم يا مشايخ يجوز ولا ما يجوز؟ سفينة نوح، سفينة نوح تجري، قال الله عنها وهي تجري بهم في موج كإيش؟ كالجبال. فناسب المقام أن يقول تجري بأعيننا يعني تجري بحفظنا ورعايتنا وانتهى الموضوع. تجري بأعيننا أي بحفظنا عنايتنا رعايتنا، لأن حالها تمشي في تجري بهم في موج كالجبال. وقوله في موسى تصنع على عيني، تصنع على عيني أي بحفظ ورعاية، لأنه نشأ في جو معتكر مدلهم في ظل فرعون الذي يذبح الأبناء ويستحيي النساء. فإذا حمل العين على معنى الجارحة باطل. طيب اليد، يد الله فوق أيديهم، وقوله سبحانه وتعالى لما خلقت بيدي، وقوله سبحانه وتعالى بل يداه مبسوطتان، على أي معنى تحمل؟ هل يجوز حمل اليد على غير اليد هذه الجارحة ولا ما يجوز؟ يجوز. انت الان احنا عندنا في العمانية كبد العمان نقول فلان يديه طويلة، كم معنى حلها؟ فلان يدينا طويلة، كم معنى حلها عندنا؟ كم معنى لما تقول فلان يديه طويلة؟ كم معنى لها؟ لها بمعنى يديه طويلة يعني يضرب الناس يؤذيهم، أليس كذلك؟ يديه طويلة مؤذي. طيب وتقول يديها طويلة يعني إنسان له نفوذ وسلطة، أليس كذلك؟ طيب ويديه طويلة يعني لص حرامي، أليس كذلك؟ هذه المعاني عندنا، يده طويلة تحتمل هذه المعاني كلها عندنا في كلامنا نحن، أليس كذلك؟ فيد الله فوق أيديهم بل يداه مبسوطتان، هذه تحمل معاني على حسب سياقه. مثلا قال الله تعالى بل يداه مبسوطتان، إيش قبلها؟ قال الله وقالت اليهود يد الله، وقالوا يد الله مغلولة. هل كان اليهود يريدون القول بأن يدين الله اللي هي اليدين مغلولة يعني مقيدة، ولا يعني معنى ثاني؟ ايش رأيكم انتم؟ هل كان اليهود يريدون صفة اليد لما قالوا يد الله مغلولة، ولا يريدون معنى آخر؟ ايش هو المعنى الآخر يد الله مغلولة؟ أنه بخيل، أليس كذلك؟ اليهود أرادوا صفة اليد عندما قالوا يد الله مغلولة، ولا أرادوا وصف الله بالبخل؟ وصف الله بالبخل. طيب فهم قالوا يد الله مغلولة أي أن الله تعالى بخيل، تعالى الله. فقال الله غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه
مبسوطتان. هذا جوابا على قولهم بأنه بخيل. هل أراد الله أن يرد على هذا بقوله بل يداه مبسوطتان؟ يريد الصفة أن عنده يدين كذا مسوي باطنهم، ولا يريد أن يرد على وصفهم له بضد ما وصفوه به فقالوا بخيل فقال الله كريم غني؟ هل يريد صفة اليد أم يريد ضد ما وصف الله به؟ ضد ما وصفوه. فهم قالوا الله بخيل فرد عليهم بقوله بل هو كريم. فيداه مبسوطتان أي أنه كريم، ويداه كما يقول الشيخ السامي رحمه الله يقول وقيل معنى قوله يداه مبسوطتان هي نعمتاه، ويده فوقهم أي قدرته، كذلك القبضة يا ذا، ويده فوقهم أي قوته، كذلك القبضة يا ذا قدرته. فيده قوته قدرته. طيب إيش معنى لما خلقت بيدي في آدم عليه السلام؟ خلقت في آدم بيدي، هم يقولوا خلقه بيده مسيسا مسه، خلق بيده، تعالى الله تعالى الله تعالى الله. طيب نحن إيش نقول؟ قال أنتوا نعمة، تقولوا نعمة وتقولوا قدرة. هل معناه خلقت آدم بنعمتي؟ لا، خلقته بيدي يعني بقدرتي. الله ليس له قدرتين، له قدرة. إذن ما هي اليد؟ هذا اليد لها معنى آخر، بيدي هذه التثنية لها معنى آخر، وهذا تفهمه أنت. عندما أقول لأحد أقول له اسقني ماء فيعطيني الكأس بيد واحدة، يقول لي تفضل بيد واحدة، تمت المناولة أم لا؟ تمت، أليس كذلك؟ فإن ناولني الكأس بكلتا يديه تمت المناولة، مع معنى زائد ولا لا؟ أيوة. طيب ما هو المعنى الزائد؟ ما هو المعنى الزائد؟ المناولة بيد واحدة تمت بها المناولة، فإن ناولني بكلتا يديه تمت المناولة، مع معنى زائد. اللي هو المعنى الزائد؟ قلت شيء معنى، ما هو المعنى الزائد؟ الإكرام. أحسد. المصافحة بيد واحدة تمت بها المصافحة، صافحة صافح، فإن صافحه بكلتا يديه تمت المصافحة، مع معنى زائد اللي هو الإكرام، أليس كذلك؟ بلى. طيب لما يقول الله لما خلقت بيدي، لو قال خلقت بيدي تم المعنى بقدرتي، لكن لما يقول بيدي المعنى خلقت بقدرتي وزيادة اللي هي الإكرام، أي خلقته خلقا ممزوجا بالإكرام. واقرأ ولقد كرمنا بني آدم، هذا اللي يد قدرة ويد إكرام، لما خلقت بيدي. أما حملها على معنى اليد هذا تجزؤ تبعيض، لأن ولا يجوز وصف الله باليد لأنه يتنافى مع صفة إيش؟ الأحدية، الأحد، لا يقال أحد ثم يقال بأن له يدين ثنتين، والأصابع كذلك، قلوب العباد بين أصبعين. أنت الآن يمكن أن تقول، يقول لك واحد يقول لك فلان يهددك بأنه إذا لقاك في الشارع يشطف لك عظامك شطفة شطفة، تقول لفلان من فلان هذا أصلا؟ هذا فلان بشوت إلا بصبع واحد، إيش يقصد بصبع واحد؟ هل فعلا بشوت بصبع؟ ولا يعني أن يعبر عن طلاقة اقتداره عليه، طلاقة اقتداره. فالله لما يقول قلوب العباد بين أصبعين لا يريد أن يخبرنا أن شيء أصابع لله أصابع يقلب بها قلوب العباد، لا، وإنما يريد أن يبين طلاقة اقتداره لعباده، معنى. طيب كذلك الرحمن على العرش استوى، ايش معنى الرحمن على العرش استوى؟ لان استوى يجوز ان تكون بمعنى تساوى، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني تساوى. واستوت على الجودي يعني استقرت، واستوى على سوقه اي تم واشتد. واستوى تأتي بمعنى هيمن وقهر، أليس كذلك؟ تأتي بمعنى هيمن وقهر في لغة العرب، وقد ذكر ذلك
صاحب اللسان وذكره صاحب التاج وذكره غير واحد من أرباب اللغة، قالوا أن استوى تأتي بمعنى قهر وهيمن وغلب. فالرحمن على العرش استوى بمعنى هيمن. لماذا نقول هيمن وما نقول بمعنى استقر كما يقول الآخرون؟ استوى يعني استقر. لماذا؟ لأن الاستقرار على العرش يفيد التناهي. ولذلك لما يقول لك واحد يقول لك أين الله؟ أنا اتصل بي قبل 3 أيام واحد من السعودية، السلام عليكم، قلت له عليكم السلام ورحمة الله. قال لي أنت فلان؟ قلت له نعم أنا فلان. قال لي أريد أن أناقشك في دقيقة لو سمحت. قلت له تفضل. قال لي أين الله؟ قلت له أين روحك؟ الروح أين الروح؟ قال لا أجب عن سؤالي بجواب واضح. أين الله؟ قلت له طيب أنت أجبني وسأجيبك، أين روحك؟ طبعا لا يستطيع أن يقول أين الروح، لأن الروح من أمر ربي، وما أوتيت من العلم إلا قليلا، وهي مخلوقة من مخلوقات الله. مع ذلك الله يقول لا تسألوا عنها، لأنها فوق إدراككم، فوق معرفتكم، وهي مخلوقة. ويقول لك لا تشتت ذهنك، ريح بالك عن تسأل عن الروح. يسألك عن، قل الروح من أمر ربي وريح بالك، أنت ما تسأل عنها. قال لي أسألك أين الله؟ قلت له أجبني أين الروح؟ قال أنا لا أجيب عن هذا، أجبني أنت أين الله؟ قلت له حسنا، لا أين لله؟ الله لا أين له. لماذا؟ لأن أين يطلب بها المكان، والمكان تحيز، والله يقول عن نفسه قل هو الله أحد، والأحد لا يتحيز، الأحد لا يتحيز. فقال طيب ما تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله؟ قلت له ما قالها أين الله، قالها من ربك، قال من ربك، وقالها أتشهدين أن لا إله إلا الله، ما قالها أين الله. قال لا، هذه رواية ضعيفة. قلت له لا صحيحة، أبشرك صحيحة، وهي فعلا صحيح، رواها الإمام أحمد وصححها ابن حجر الهيثمي في مجمع الزوائد، وصححها الألباني من ربك، ورواها الربيع رحمه الله في المسند، وتشهدين كذلك صححها الألباني، أتشهدين أن لا إله إلا الله. قلت له هذه رواية ما قالها أين الله. قال لا قالها أين الله. قلت أنا بسألك أنت سؤال. قال تفضل. قلت إذا جنبك هندي، الآن جنبك هندي ما تعرفه مسلم ولا كافر، وتريد أن تعرف أهو مسلم ولا كافر، بتقول له الله وين؟ بتقول له الله وين؟ سكت شوي وقال لي لا، أقول له تشهد أن لا إله إلا الله. قلت له أحسن، لما ما تسأل؟ إذا كنت تعتقد أن النبي قال أين الله، اسأله، اسأل الهندي هذا اللي عندك، قل له أين الله. أتعرف لماذا لم تسأل؟ قال لماذا؟ قلت له لأن جواب أين الله لا يثبت إيمانا ولا ينفي كفرا. يعني لو قال لك في السماء مثلا، قول الجارية قال أين الله عندكم في الحديث، قالت في السماء، قولها في السماء هل ينفي كفرا؟ لا. هل يثبت إيمانا؟ لا، لأن السماء فيها واجب، السماء فيها الشمس وفيها القمر وفيها الكواكب وفيها ملائكة وفيها كثير، فهي قولها في السماء لا يثبت إيمان ولا ينفق. ولذلك أين الله سؤال عبثي، ولكن قولها من ربك، قالت الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة، حديث صحيح. الآن تقول لي قل لي أين الروح، قال لا أين الله. قلت طيب هذا أين الله، أقول لك لا يجوز أن يقال أين الله. قال الله، قال الرحمن على العرش استوى. ألا الله، قال الرحمن على العرش استوى. قلت للعرش هذا محدود ولا غير محدود؟ يعني في السماوات، أليس كذلك؟ قال بلى. قلت له وكل ما جاز أن يستقر على محدود فهو محدود مثله، أتقول أن الله محدود؟ قال هذا السؤال بدعة، هذا ما يجوز السؤال. قال لما بدعة؟ إذا كان العرش محدود فما وصفتموه بالاستقرار عليه فمحدود مثله، هل تقولون أن الله محدود؟ قال لا يجوز أن يقال أن الله محدود. قلت له ما رأيك أن أئمتك قالوا أن الله محدود؟ قال لا، أئمتي ما قالوا. قلت له ابن تيمية قال. قال ما قال؟ قلت له اقرأ موافقة صحيح المنقول لصريح المنقول، تجده ينقل ذلك عن أبي سعيد عثمان الدارمي، يقول بأن الله محدود
وعن أحمد بن حنبل أن الله محدود، والشيخ العثيمين يقول أن الله محدود، وغير واحد يقول أن الله محدود. قال لا يقول أئمتنا ذلك. قال فإن أثبت لك أنهم قالوا، قال لن أتابعهم ولن أوافقهم. قلت الحمد لله، أنت قلبك صافي، قلبك صافي، يعني ترفض هذا. لا يجوز أن يقال أن الله محدود، الله لا يقال بأنه محدود. قال اسمح لنا عندي مذاكرة وسأغلق السماعة. قلت له تفضل لا يقال أن الله. طيب احنا من هين جبنا، من أين أتينا بمعنى استوى بمعنى هيمنة؟ من قول الله بعدها سورة طه، الرحمن على العرش استوى. ايش بعدها؟ بعد ايش؟ له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. فهذا هو معنى استوى، الرحمن على العرش استوى أي هيمن. ما دليلك؟ دليلي قوله من بعد، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. هذا معنى استوى، الرحمن على العرش استوى. قال طيب إليه يصعد الكلم الطيب، إليه، قال إليه يصعد الكلم الطيب. قلت له طيب إنا لله وإنا إليه راجعون، احنا لما نموت وين نروح؟ نطلع فوق؟ قال لا. قلت له ما معنى إليه؟ إليه يرد علم الساعة. ايش معنى إليه؟ قال في إبراهيم إني ذاهب إلى ربي. اين راح إبراهيم؟ كان في الأرض. قال الله تعالى في الظل ثم قبضناه إلينا. هين كان الظل يروح يطلع فوق؟ لا. قال لا، هذه الآيات كلهم. قال قلت له طيب ايش دليلك أن الله فوق؟ قال دليلي على أن الله فوق الرحمن على العرش استوى، هذه آيات ظاهرة. إليه يصعد الكلم الطيب، تعرج الملائكة والروح إليه، بل رفعه الله إليه، كلها رفع إن الله تعالى فوق. قلت له طيب خذ هذه الآيات أيضا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، وقوله هو معكم أينما كنتم، ويقول إن ربك لبالمرصاد، ويقول في موسى كلا إن معي ربي سيهدين، هذا كله في الأرض. وفي الغار يقول عن الغار النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحزن إن الله معنا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أقرب ما يكون العبد من ربه وهو إيش؟ وهو ساجد. ما قال فوق المنارة، وهو ساجد. إذا ما معنى ذلك؟ هذه النصوص تفهمها على ظاهرها، وهذه النصوص السوفية قال هذه معناها معنا بعلمه وإحاطته. قلت له يعني حلال حلكم التأويل وحرام علينا؟ انت قلت معكم بعلمه وإحاطته، واحنا نقول استوى بملكه وهيمنته، ليش انتوا أولى بالتأويل مننا نحن؟ طيب فوقف حمار الشيخ عند باب العقبة. طيب إذا كل ما تتصوره من حدود أو غايات أو نهايات فالله تعالى متعال عنه، لا يجوز أن نوصف به. هذا قل هو الله أحد، أظن ما خلص قل هو الله أحد سورة الإخلاص، لأن باقي الله الصمد، وباقي لم يلد ولم يولد، وباقي لم يكن له كفوا أحد. فقل هو الله أحد يعني بقيت بعض المعاني. عسى الله تعالى أن ييسر وأن يلهمنا رشدنا، ونلتقي في لقاءات أخرى بإذنه. سبحانه وتعالى. فنعم. إيش باقي؟ 20 دقيقة عن الإقامة تقصد؟ لا عن الأذان. لا ما لكن الإقامة ادعو الله لي، لأني أنا ببيت الليلة في جعلان إن شاء الله. طيب أنا سأتوقف هنا عند الكلام على قل هو الله أحد، مع بقية كلام سيكون إن شاء الله، عسى أن يهيئ الله ويستر فرصة أخرى لنكمل الكلام عن باقي الكلام، عن قل هو الله أحد، ثم الله الصمد، ثم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صحيح، وهو السميع البصير قال، لكن إيش معنى أسمع وأرى؟ أنت السمع لما تقول أسمع إيش معنى تسمع؟ يعني أن الصوت يصل أذنك، هذا معنى أسمع. لكن هل هذا هو تفسير سمع الله؟ لا، سمع الله يعني انكشاف المسموعات له وعلمه بها. طيب وهو السميع البصير، البصر إيش معنى؟
سقوط شعاعنا الباصر ثم انعكاس والكلام الطويل اللي يقوله هذا. هل الله تعالى كذلك يبصر؟ لا، انكشاف المبصرات إليه. فسميع بصير يعني لا يخفى عليه مرئي ولا يخفى عليه مسموع، هذا معنى. طيب، ايش من قصائد حول قل هو الله احد؟ قال يروى عن احد الصحابه انه كان كثير ما يقرا قل هو الله احد وكان اماما، فاخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم فدعاه قال اما تحسن غيرها؟ قال اما تحفظ غيرها؟ قال بلى احفظ غيرها ولكني احب قل هو الله احد. قال أبشر فإن الله يحبك لحبك قل هو الله أحد. لكن بعد هذا الصوت عاد خلاص الآن يبقى له صيانة على. يقول الشيخ السالم رحمه الله في غاية المراد في نظم الاعتقاد: ندين أن إله العرش ليس له شبه وليس له ند ولا مثلا، وأنه ليس جسما لا ولا عرضا، لكنه واحد في ذاته كملا، وواحد في الصفات والعبادة والأفعال طرا، فلا تبغوا به بدلا. أسماؤه وصفات الذات ليس بغير للذات، بل عينها فافهم ولا تحلا، ولا يحيط به سبحانه بصر دنيا وأخرى، فدع أقوال من نصلا، ولا يكيفه وهم ولا فكر، ولا تحيط به الأقطار مدخلا، وهو على العرش والأشياء استوى، وإذا عدلت فهو استواء غير ما عقلا، وإنما الاستواء ملك ومقدرة له على كلها استولى وقد عدلا، كما يقال استوى سلطانهم فعلا على البلاد فحاز السهل والجبلا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده معصوما، ولا تدع فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.